استثنى البعض صلاة ذوات الأسباب، ولكن ليس ثم اتفاق على ذلك. يعني من العلماء من قال إذا فاتتك سنة الظهر صليها بعد العصر، لأن النبي صلى سنة الظهر بعد العصر فجعلها أصلا، والآخرون تمسكوا بالنهي وقالوا بأن هذه خاصة برسول الله، وقالوا إن النبي قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.